بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 75 بعد 200. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. يواصل الشيخ رحمه الله كلامه في بيان الظلم والشفاعة فيه، فيقول: وأما قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فهو نكرة في سياق الشرط يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه، وهو إذا أشرك ثم تاب الله عليه. وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير مع الإطلاق. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره، فلا يدخل فيه الشرك الأكبر. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. والذين شق ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا يكون الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، فشق ذلك عليهم، فبين صلى الله عليه وسلم لهم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله. وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، ومن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إلى قوله: جنات عدن يدخلونها. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: من يعمل سوءا يجز به. وقد سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأوى؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الرياح تقومها تارة وتميلها أخرى، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. وفي حديث سعد بن أبي وقاص: قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. رواه أحمد والترمذي وغيرهما. وقال: المرض حطة تحط الخطايا عن صاحبه، كما تحط الورقة اليابسة أوراقها. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى: وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته الجنة،
ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك، إن أراد به الشرك الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، فهو مهتد إلى ذلك. وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. انتهى كلام الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع المهم، وهو بيان أنواع الظلم وحكم كل نوع وما يترتب عليه من الأحكام، وأن المعاصي كلها ظلم، ولكن هذا الظلم يتنوع، فمنه ظلم لا يغفر إلا بالتوبة منه وهو الشرك، وظلم داخل تحت المشيئة قابل للمغفرة أو التعذيب بحسبه، ولا يخلد صاحبه في النار بل يكون مآله إلى الجنة بسبب توحيده، وهو ظلم العبد نفسه بالمعاصي التي هي دون الشرك. وهذا الذي ذكره الشيخ في هذا النوع هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج الذين يكفرون بالكبائر التي هي دون الشرك، وخلافا للمعتزلة الذين يقولون إن صاحبها في منزلة بين المنزلتين ليس بمؤمن ولا كافر، وخلافا للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وأما ظلم العبد للناس فإنه لا يغفر إلا بمسامحة المظلومين، وإلا فإنه لا بد من القصاص للمظلومين من الظالم. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.